ده جهد 17 سنة. احنا بدأنا مشروع دوري بيبسي المدارس اللي هو خرجنا منه أجيال كتيرة جدا ونجوم كتيرة جدا في جميع أنحاء الجمهورية، في كل قرية، في كل نجع، في كل مدينة، جميع مدارس مصر كانت بتشارك فيه. احنا ما بنطلعش الماتيريال اللي عندنا، لكن أنا عشان سؤالك وجه في ربط معين جيد هديك فيديو صغير لمحمد صلاح هيبين لك ان محمد صلاح اللي احنا اكتشفناه في 2004 هو محمد صلاح الموجود دلوقتي، نفس الشخصيه ونفس الهدوء ونفس الرزانه والتصميم على النجاح. حتى في اول تسجيل تلفزيوني ما بيتكلم على المشروع بيتكلم بتواضع شديد جدا وبيكلمك بيقول لك كل الشباب انتهزوا فرصه هذا الدوري، الدوري ده بيديك فرصه كبيره جدا، امسك بحلمك وصدقني انك هتحقق. بيدي امل، بيدي يعني طاقه ايجابيه للاعب. لا، محمد صلاح شيء جميل جدا. طبعا فاكر الفتره ديت، والشيء بشيء يذكر، لازم احيي وترحم على المرحوم صفوت عبد الحليم نجم النادي الاهلي. شاور على الولد من ثالث لمسه، قال ده لاعب كبير جدا جدا جدا. الله يرحمه، كان عين صاخبه. معظم اللعيبه هو الكابتن طه الطوخي والكابتن ريعو كان من اول لمسه بيحسوا باللعيب ويقول لك ده تمام. نقعد نتفرج نلاقي الكلام بيترجم، كان مميز جدا وواضح، وكان رغم ان احنا كنا بنلعب في ملعب خماسيه لكن بتحس بسرعته في الملعب الخماسي، وده شيء غريب جدا من يعني تتابع سرعات رجليه. لعيب رجليه فيها ديناميكيه عاليه جدا في الحركه، ودي اللي احنا بنشوفها النهارده، مفيش حد بيعرف يوقف في حته السرعه دي. بس عندي واحد بقى اللي هو نور اللي بقول لك عليه، مش هنقول اسرع محمد صلاح، ان شاء الله يكون تلميذ محمد صلاح، سريع جدا بنفس الموهبه. تراب مصر مليء مليء بالمواهب والكنوز. مشروع دوري بيبسي المدارس مشروع يجب ان يقدر تقدير غير عادي. للأسف الشديد أنه في الفترة الأخيرة في غص عندي، لأن الحقيقة ما تعاملش هذا المشروع العملاق من مسؤول كبير بالقدر اللي يستحق هذا المشروع. مسؤول المفروض يكون أكثر الناس حرصا على مواهب مصر استطاع أن هو يعكر مشروع، أنجح مشروع تم في الشرق الأوسط في مجال اكتشاف الموهوبين، ولكن زمر الحي لا يطرب. ولكن بصفة عامة الحمد لله، احنا طبعا كنا متوقفين السنة اللي فاتت عشان كورونا، عندنا تطوير كبير جدا 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 في المشروع، وبعيدا عن عرقلة أي حد يعرقله، لأن في الآخر في مجال العمل العام وفي مجال العمل المخلص لا يصح إلا الصحيح. إن شاء الله احنا هنقدم دايما مشروع، وإيماننا بالموهبة المصرية وإيماننا بتراب مصر، الكلمة اللي قلتها لك في الأول دي حقيقة. مصر مليئة بالمواهب، بس يسيبوا الناس تشتغل. يلا يلا بندق، يلا يلا تعالي تعالي يلا كمل بندق كمل بندق.